السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ومواجهة منتخب أوكرانيا. تكمل أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي مركز خط الهجوم لمواجهة منتخب أوكرانيا، مواجهة صعبة للمنتخب الوطني المغربي. تكمل أقوى تشكيلة في مركز خط الهجوم للمنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الأوكراني. تكمل أقوى تشكيلة للمنتخب الوطني المغربي في مركز خط الهجوم للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة المنتخب الأوكراني. نبدأ باللاعب إلياس أخو ماش، لاعب نادي فياريال الإسباني اللي كيبقى من الأسماء الرائعة بطبيعة الحال في المنتخب الوطني المغربي. اسم رائع صراحة اللاعب إلياس أخو ماش اللي كيبقى من الأسماء مزيانة. مشى عند لاعب إبراهيم صلاح، لاعب ريال الفرنسي كذلك اللي ممكن يكون جيد في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال في مواجهة المنتخب الأوكراني. غنمشيو لرأس الحربة بطبيعة الحال اللي هو اللاعب إلياس حسني، لاعب نادي السد القطري بطبيعة الحال، اللي هو عنصر اللي من العناصر اللي تقدر تكون مهمة في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين، شكرا مشاهدينا الكرام.